الرئاسيات هذه 7 سبتمبر 2024 ماهيش كما الرئاسيات اللي فاتت. هذه الرئاسيات لها طعم آخر. هذه الرئاسيات لابد أن نخرج بقوة يوم صناديق الاقتراع وندلي بأصواتنا. والرجل اللي اختارته جبهة التحرير الوطني هو أحد رجال الجزائر ومواطن من هذا الأرض الطاهرة اللي هو سي عبد المجيد تبون. احنا اخترنا هذا المترشح كحزب جبهة التحرير الوطني لما قدمه في ظرف قصير اللي هو عبد المجيد تبون. هذه حقيقة إنسان راكم تلاحظوا فيه البساطة اللي عنده والمعاملة نتاعو. كذلك الآن يراهن المترشح الحر عبد المجيد تبون على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ إلى نسبة 100% في الزيادة خلال آفاق 2027، لأن لما يوقع الإنتاج وتكثر أموال تدخل للخزينة وبالتالي يستنفع بها كل الشعب الجزائري. الصيغ الموجودة للسكن الموجه كالسكن الاجتماعي والسكن الأبيان إلى غير ذلك ما زالت متواصلة إلى أن يسكن هذا الشعب كله. هذه الأشياء كلها هي اللي خلت جبهة التحرير الوطني تقف مع هذا ابن الجزائر البار عبد المجيد تبون لاستكمال مشاريعه التنموية وتدشين مشاريع أخرى للجزائر. الآن الخزينة راهي تفوت 70 مليار دولار، وكذلك النمو الاقتصادي راهو في تصاعد. 7 سبتمبر 2024 ماهيش كما الرئاسيات اللي فاتت. لابد أن نخرج بقوة يوم صناديق الاقتراع. كونوا في صف واحد من أجل الجزائر، وشكرا لكم وبارك الله فيكم.